دي كده القطعة ديت بحوالي 196 قطعة دوريتوس. تخيلوا يا جدعان. في فيديو النهارده جايب لكم فكره مجنونه، هو ان احنا هنخلط حوالي 196 قطعه من الدوريتوس في قطعه واحده بس. يعني تخيلوا 196 قطعه من الدوريتوس هتبقى في قطعه واحده بس. فيديو النهارده حماس جدا، ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتحمس معايا، ويلا بينا نبدا الفيديو. وهنا بدات اعد عدد القطع في كل كيس من الدوريتوس اللي هم طلعوا معانا حوالي 196 قطعه. وبعد معاناة في العد هنخلط حوالي 196 قطعة من الدوريتوس في قطعة واحدة بس، يعني كل ده كده هيبقى قطعة واحدة بس. وأول حاجة هنبدأ نعملها إن احنا نطحن كمية الدوريتوس ديت ال 196 قطعة حوالي، يعني نبدأ نطحنهم خالص خالص زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده الصراحة يعني الكمية اتصدمت جدا، كنت فاكر ان هي تبقى حاجة جامدة، طلعت حاجة صغيرة. لكن ممكن لو عجبنا الطعم او الفكرة ممكن بعد كده نحطم الرقم القياسي ونعمل حاجة عملاقة، لو عجبكم يعني اكتبوا لي في الكومنتات. المهم هنعمل دلوقتي حاجة غريبة، ان احنا هنجيب الكمية اللي احنا طحناها ديت وهنبدأ نكسر عليها بيض. ايوه بيض، ما تستغربش هم كسروا عليها بيض عشان يخلوها زي العجينة. بصوا بقى كده نكسر عليها واحدة ودي كده البيضه الثانيه كده ثلاث بيضات وكده نبدا بقى نطحن فيهم. بقت عامله زي الشوربه. والله ريحتهم جامده جدا مش عارف ليه، لما خلطنا البيض على الدوريتوس بقى طعمه جامد، يعني ريحته قصدي ريحته بقت زي الكورن فليكس بالظبط. طيب زي ما احنا كده طحناه وعجناه كمان بالبيض، هنبدا بقى نجيب صينيه عشان نشكل عليها شكل الدوريتوس. هنبدا نجيب صينيه الفرن بتاعنا، وطبعا عشان الدوريتوس ما يلزقش مننا لما نحطه في الفرن هنبدا نجيب ورق زبده ونبدا نفتح ورق الزبده. يلا بينا. وكده بعد ما فردنا ورق الزبده هنبدا بقى ناخد الخليط اللي معانا دوت ونصبه هنا على شكل مثلث. فيلا بينا اتمنى نعرف نظبطه. بسم الله الخليط جامد اصلا. واخيرا خلصنا شكل المثلث. الصراحه حاولت اعمله على قد ما اقدر عشان ما عنديش شكل يعني اعمله عليه، بس هي دي النتيجه شايفين. هتبقى ديت اكبر حبه دوريتوس بحوالي 196 قطعه زي ما انتم شايفين كده يا جدعان، الحجم جامد جدا. تخيلوا بقى هنمسك الحبايه دي، يعني بدل ما تاكل حبايه تشيتوس صغيره عاديه، لا انت تاخد حبايه ايه ده يا جدعان عملاقه. فهنحطها دلوقتي في الفرن ونشوف بقى النتيجه هتبقى عامله ازاي بعد ما نطلعها من الفرن. فيلا بينا ندخلها الفرن. ورجعنا لكم بقى بعد ما طلعناها من الفرن، دي كانت النتيجه يا جدعان. اتصدمت بقى لما شفت النتيجه، بصوا بقت عامله ازاي. حسيت ان هي اتقوصت كده وبقت شكلها مش عارف عامل كده ليه، لكن متحمسين نشوف الطعم. المفروض بقى نبدا ان احنا نخرجها من الورق دوت. ما هو ورق الزبده كويس مش لازق عليها يعني، بس بقت قطعه واحده ناشفه. ده كده شكلها من ورا اهي، والله فعلا حبه دوريتوس يا جدعان، بس هي السن بتاعها طار شويه، لكن النتيجه انا شايف ان هي نتيجه حلوه. تخيلوا بقى اكبر حبه دوريتوس. طبعا في احجام تاني اكبر من كده، لكن احنا حبينا بس نعملها كتجربه. لكن لو انتوا اتحمستوا للتجربه دي وطعمنا عجبها كمان، ممكن بقى نعمل لكم تحطيم رقم قياسي ونعمل لكم حاجه بقى ضخمه كده. لكن احنا عملنا حاجه كده مبدئيه، دي كده القطعه ديت بحوالي 196 قطعه دوريتوس. تخيلوا يا جدعان حجم جامد جدا. فتعالى بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا ناكل اكبر قطعه دوريتوس من 196 او 194 قطعه. يلا بينا ندوق. بسم الله. اسمعوا بقى صوت القرمشه ريحتها. يلا الصراحه طعمها حراق قوي، ان احنا برده عملناها بالدوريتوس الحار نار. طعمها حلو وكل حاجه، لكن في برده ايه تحس ان انت برده عشان حاطين معاها بيض مديك نكهه البيض معاها، وطبعا عشان احنا جايبين دوريتوس حار نار فمديك طعم حراق جدا، لكن طعمها يا جدعان حلو قوي ومقبول. فلو حد حب يجربها حتى لو بكيس دوريتوس واحد ممكن يعملها كل الحكايه. تطحن الدوريتوس تحط البيض وتعجنه وتعمله على شكل مثلث وتحطه في الفرن، الطعم هيبقى معاك حلو جدا. انصحكم ان انتوا تجربوها، الطعم حراق كمان يا جدعان وحلو قوي. لو عندك اي افكار نعمل منها اكبر حاجه اكتب لنا في الكومنتات اكيد هعملها لكم.
وبس كده يا جدعان، كده بكون انتهى الفيديو بتاعنا مع اكبر حبه دوريتوس ب 194 قطعه من الدوريتوس الحار نار. دمجناهم في قطعه واحده وهي القطعه دي.